فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذه امرأة تقول نذرت أن أصوم شهرا كاملا لو نجحت في الدراسة، فلما نجحت شق علي الأمر. سؤالها: هل تستطيع أن تصوم أياما متفرقة أو أن تعوض بعبادة أخرى؟ لا بد أن تنفذ النذر. إذا نذرت صوم أيام أو شهر معين متتابع يجب عليها التتابع، ولا تبرأ ذمتها إلا بذلك، هذا وفى بالنذر، نذر طاعة، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، تصبر على المشقة. نعم.